كنشوف المشهد الاعلامي شويه في المغرب ضعيف، ماشي في المستوى ديال اللي كنقارنوا مثلا مع بعض الدول العربيه من غير ما ندخل بحال مثلا الفرنس 24 ولا الجزيره، بدون ما ندخل على الاعلام الاوروبي اللي هو شويه منفتح بزاف وهذا، وحتى تلقى حتى الصحفي ربما عنده ديك الحدود باش يهضر، عاطين واحد المجال متسع باش يهضر، ماشي بحال عندنا حنا ربما ان الصحفي كيكون ضيقين، ما عندوش حريه بزاف باش يهضر، وحتى ربما حتى ديك الخط التحريري ديال الفضائيه كتمنع ربما ديك الصحفي يهضر على خاطره. طبيعة الحال ما راضينش على، ماشي غير انا، راه اغلبيه ديال غتسولي مواطنين غيقول لك حنا ما راضينش على المشهد الاعلامي بصفه عامه. مازال بالنسبه ليا الصحافه المكتوبه، الاعلام المكتوب والالكتروني كاين كينقلوا لك مشاهد حقيقيه كتعيشي مع المواطن شنو الحدث بكامل. بالنسبه ليا اما الصحافه التلفازه، الصحافه ديال يعني التلفازه، اخبارهم اغلبيه اخبار تتكون يا اما اخبار زائفه او لا اخبار ناقصين منها الحقيقه، ناقصين يعني ما كيعطوكش الحدث كامل. والاعلام ضروري يعني في اي دوله وفي اي منطقه وفي اي بلد في العالم، علاش؟ كيوصل واحد الفكره للمتلقي داك الخبر يعني. وفي هذه السنوات القليله الماضيه ولينا بحال كنشوفوا الاعلام تطور بزاف ديال النواحي، يعني كنشوفوا بحال يعني اي خبر درك ولينا كنكتسبوه في سكن نقبضوه، ماشي خصها تستنى عاد تفوت ما نقولوا اسبوع ولا نهار، يعني بحال اليوم تا كما يقولوا وسائل التواصل الاجتماعي تا هو ساعد، ولكن هذا الشيء من فضل الصحافه. يعني انا كنشجع الصحافه على هذا الشيء، يكملوا على الخدمه ديالهم، ولكن واخا كاين شي بعض المواقع يعني ماشي نقدر نسميها انا صحافه، مي ولكن حنا ما كنعرفوهمش، يعني هما كما يقولوا غير يعني كيدسوا مرشي حاجه، مي حنا هادشي اللي كان انا النظره ديالي الاعلام. لا لا ما راضيش على الاعلام المغربي لانه ما كيقولوش الحقيقه وكيخبيو بزاف المسائل، يعني شي حاجه كطرا في البلاد وما كيقولوهاش، لا خصهم يقولوا يوضحوا لينا، حتى حنا مواطنين خصهم غير يوضحوا لينا يقولوا لنا الحقيقه، ماشي يبقاو خبي حتى لينا تخبي. انا الاعلام المغربي ما راضيش عليه بالمئه في المئه، كنشوفوا شويه نقص من حيث الجوده ديال صحه المعلومات، كنلقى كاين بزاف ديال الحوايج كيكونوا ناقصين وبزاف الحقائق كيكونوا ما باينينش لينا وما واضحينش وما كيوضحهمش لينا الاعلام المغربي. بالنسبه لي انا الاعلام بصفه عامه تيتطرق على المواضيع اللي كتخص يعني المواضيع اللي كتخص بالشعب، اما المواضيع اللي الدوليه يعني ما كيتطرقلاش بديك يعني يعني بواحد كيف كنت نشرح لك ما كتعطاش معها بشكل جدي، يعني كنعطيو كل ما كنعطيو الاخبار الوطنيه واحد الاهميه اكثر من الاخبار الدوليه. بالنسبه للاعلام الوطني كنشوفو مزيان، صيب مستوى غادي مزيان كيواكب الاحداث وهذه، بحال كنشوفو دابا مثلا كمثال هذه الساعه اللي دابا تزاد، كنشوف بزاف ديال المواقع الالكترونيه مواكبه الاحداث، زعما تبارك الله مزيان احسن من هذا الاعلام المرئي وديال الراديو وداك الشيء. كنطمحوا ان الاعلام المغربي ديالنا تكون فيه واحد المصداقيه اكثر. بالنسبه للبرامج انا كيجوني برامج يعني ماشي في المستوى، يعني كاينين شي برامج اللي ما كتطرقش لداك الشيء اللي خصو يعرفوا المواطن، يعني ماشي حاجه يعني ماشي خصنا شي برامج اللي توعي الناس تثقفهم، يعني يكون فيها معلومات اللي الانسان من يجلس امام التلفازه ديالو يعني يستافد، ماشي يجلس يتفرج واحد كيعاود لينا قصه حياته. الصحافه الالكترونيه عاطيه الاحداث اون ديتاي، شنو اليوم شنو كاين في المدن اللي كاين فيها، المدن اللي نجح فيها الاضراب، المدن اللي ما نجحش فيها، عطاو يعني عطاو عاشوا مع المواطن وعاشوا مع كل شيء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.